فريق اتحاد ايتم اللول واحد من الفرق الفتيه تم احداثه سنه 99 1000 تسلق الدرجات بسرعه فائقه خلق لنفسه مساحه ضوء وسط الكبار طموحاته تكاد لا تنتهي خاصه ان له جمهور عريض يؤازر في كل اللقاءات مباشره بعد صعوده هذه السنه الى بطوله النخبه للقسم الثاني حتى فاجأ الجميع بمجموعه نتائج ايجابيه وبفرق كبير عن اقرب مطارديه اثر في هذا التالق التدبير الاداري والتقني جيدين أما هي ماشي زوبعة في حد ذاتها ولكن عمل لكل عمل جيد له نتيجة إيجابية وهذا باقي حنا باقيين صغار والعقل صغير وباغي نجتهدوا وباغي نخدموا قوة الفريق تكمن في تجانس المجموعة فهو يعتمد على لاعبي مدرسته ولاعبي المنطقة ككل كما تمت الاستعانة بالمدرب عبد الملك العزيز الذي سبق له تحقيق الصعود السنة الماضية مع فريق شباب قصب التادلة كما استقطب الفريق بعض المجربين من ضمنهم حسن أشرف النجم السابق للحسنية كلاعبين ما يمكن لنا إلا يعني نفتخروا يعني باللاعبين اللي عندنا والحمد لله نفتخروا بالإنجاز اللي حققناه والحمد لله الكمال عند الله سبحانه وتعالى باش لما لا ان شاء الله نحقق الصعود ولكن الحمد لله احنا كنلعبوا مقابله هو الاول اتحاد ايتم اللول في الرتبه الاولى هذه حقيقه منذ دورات خلت مع صراع كبير مع الاقوياء لحسب بطاقه الصعود قسم الكبار كالنادي المكنسي والمرجله الوجيه الفريق يناقش كل مباراه واحده والنتائج جاءت مواتيه للطموح كيبقى الضغط ديال التكاليف والمصاريف ديال البطولة هي اللي غادي تكون عائق ديال مسيرة الفريق خصنا نهضروا على فريق اتحاد ايتم اللول لتحقيق صعود القسم الاول حلم يراود الجميع بهذه المدينة اذا ما تحقق ستصبح مدينة اكادير رابع مدينة مغربية تحتضن ديربي وطني بعد الدار البيضاء الوداد والرجاء الرباط الجيش الملكي والفتح الرباطي وفاس المغرب الفاسي الوداد الرياضي الفاسي نأمل علاش لا يكون عندنا حنا ديربي بحالنا بحال الدار البيضاء بحال الرباط فريق الحسنيه عنده جمهور كبير وفريق ايتم اللول حتى هو يعني كما تنشوفوا الديربي ديال الوداد ولا ديال الرجاء ديربي كبير وديربي عالمي يعني حنا حتى نحلموا يكون عندنا ذاك الحلم تاعنا نتمنى انك تشوف اتحاد ايتم اللول مع حسنيه تكادير في ديربي غيكون ديربي كبير ان شاء الله في التيران الجديد